السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه المحاضرة بشيء من التفصيل عن المتغيرات العشوائية المنفصلة. تحدثنا سابقا وقلنا بأن تعريف المتغير العشوائي على التجربة العشوائية يؤدي إلى تكوين فضاء عينة جديد نسميه New Sample Space. على سبيل المثال، عندما يكون لدينا N Independent Bernoulli Trials وكان عندي S is an ordered sequence of successes and failures، طبعا كل محاولة من هذه المحاولات التي عددها N ينتج عنه إما success أو failure. كل N من المحاولات بتعطينا sequence أو متسلسلة من successes والfailures. كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة بأن فضاء العينة بهذا الشكل كبير جدا، ولكن في تجربة الباينوميال يعنينا فقط عدد المحاولات الناجحة وليس كيف ظهرت هذه المحاولات الناجحة. وبالتالي هذا الاهتمام يؤدي إلى تغيير السامبل سبيس، فبدلا من دراسة outcomes بهذا الشكل تشكيلة من F و S بطول N، فإننا نركز على عدد المحاولات الناجحة. فمثلا عندما تكون كل النتائج فاشلة نعبر عن الأوتكم بهذا الشكل FF إن من المرات، ولكن عندما نتكلم عن عدد المحاولات الناجحة نعبر عنه بهذا الشكل، نقول إنه لدينا صفر successes. وأيضا بالنسبة لهذه المحاولات مثلا S والباقي كله F، وهنا F S والباقي كله F، و FF لحتى قبل الأخير والأخير S. الأوتكمز هذه عديدة جدا، ولكن يعنينا فيها عدد السكسس، يوجد سكسس واحد. فبالتالي لو عرفنا متغير عشوائي على هذه التجربة سميناه X، فعند هذا الأوتكم بياخد قيمة صفر، عند كل هدول الأوتكمز بياخد قيمة واحد. فمعنى هذا أنه أصبح لدينا فضاء عينة جديد يتكون من صفر واحد اثنين لحتى N، وهو عدد المحاولات الناجحة الممكنة. والآن نعرف الـ Discrete Random Variable، وكما ذكرت لكم يوجد لدينا فقط صنفان من المتغيرات العشوائية، صنف يسموه Discrete Random Variable وهو عداد بعد عدد الأشياء، عدد مرات النجاح، عدد مكالمات التلفون التي تصل في فترة زمنية معينة، عدد حوادث الطرق، عداد بعد. فبالتالي القيمة اللي بياخدها بتكون منفصلة صفر واحد اثنين ثلاثة لحتى N، فهذا بنسميه Discrete Random Variable. فتعريف 3-3-2 يقول A function whose domain is a sample space S and whose values form a finite or countably infinite set of real numbers is called a discrete random variable. فبالتالي السامبل سبيس هان بيكون عدده محدود أو غير محدود ولكنه معدود countably infinite. We denote random variables by uppercase letters سواء كان discrete أو continuous. دائما نرمز للمتغيرات العشوائية discrete أو continuous بالأحرف الكبيرة مثل X, Y أو Z مثلا. مثال على هذا الكلام، مثال 3-3-5 بقول consider tossing two dice. افرض أنه ألقينا حجري نرد an experiment for which the sample space is a set of ordered pairs. طبعا إذا ألقينا حجري نرد فالسامبل سبيس بيكون مشكل من الأوردر بيرز عددها 36، فنعبر عنه باختصار بهذا الشكل S equals I and J. I تأخذ القيم من 1 إلى 6 و J تأخذ القيم من 1 إلى 6، فهذا بيعطينا سامبل سبيس عدد الأوتكمز الموجودة فيه يساوي 36 كما هو معلوم. For a variety of games ranging from Monopoly to Crabs، يعني في الألعاب كلها اللي بتتعلق بكروت الشدة أو حجر النرد بيكون بهمنا the sum of the numbers showing is what matters on a given turn. بيكون بهمنا فقط مجموع العددين الظاهرين إلى أعلى the sum of the numbers showing is what matters on a given turn. ففي الحالة هذه نعرف X على أي عنصر في sample space كالتالي X of I و J equals I plus J. السامبل سبيس الأصلي في 36 outcome، لكن لما نعرف X بهذا الشكل القيم الممكنة أو السامبل سبيس الجديد بيتكون من الأعداد من 2 إلى 12، لأنه عندما نجمع
اي وجي فنحصل على عدد يقع بين 2 إلى 12، فبالتالي اختصرنا أو اختزلنا السامبل سبيس. طبعا السامبل سبيس بتكون من هذه العناصر كما تعلمون، واحد 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 اثنين لحتى واحد ستة، ننزل تحت السطر تاني، اثنين واحد اثنين اثنين لحتى اثنين ستة، وهكذا آخر سطر بده يكون ستة واحد ستة اثنين لحتى ستة ستة. فمثلا إكس ستة واثنين يساوي ستة زائد اثنين ويساوي ثمانية، إكس واحد واحد يساوي واحد زائد واحد ويساوي اثنين، إكس ستة وستة يساوي 12. فأقل قيمة لإكس هي 2 وأكبر قيمة لإكس هي 12 عندما يكون الأوتكم بهذا الشكل. ففي الحالة هذه بنقول إنه إكس يأخذ القيم التالية 2 3 لحتى 12. الآن بنعرف حاجة جديدة اسمها the probability density function. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن حاجة بنسميها p sub x of k، وقلنا عنها discrete probability function، والآن نعرفها بشكل رسمي نسميها probability density function. وهذا الاسم يصلح للحالة discrete random variables وحالة continuous random variables. ف definition 3.3.3 بقول associated with every discrete random variable x is a probability density function، واختصارها PDF يعني دالة الكثافة الاحتمالية. هذا المؤلف يسميها probability density function واختصارها PDF، ونرمز لها بالرمز PX of K. هذا في حالة الديسكريت، لكن في حالة الكونتينيوس نستبدل P ب F كما سنرى في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. الآن تعريفها الرسمي هي كالتالي: P sub X of K، أو للسهولة بنسميها PX of K، تساوي probability كل العناصر في السامبل سبيس S التي يأخذ X عندها القيمة K. لاحظوا هنا K وهنا K، والاحتمال هو لكل العناصر اللي موجودة في السامبل سبيس. فإحنا كما أخذنا في الأسئلة والأمثلة السابقة في المحاضرات السابقة، عندما نحسب PX of K نحسب احتمال كل العناصر الموجودة في السامبل سبيس S والتي تكون قيمة X عندها تساوي K كما سنرى في الأمثلة التالية. وهذا اختصارا سنكتبه فيما بعد بهذا الشكل: احتمال انه X يساوي K. فبالتالي هذه ملهاش معنى إلا إذا عرفناها بهذا الشكل، نبحث عن كل العناصر الموجودة في السامبل سبيس التي تكون عندها قيمة X تساوي K. فممكن يكون عندي عنصر واحد أو outcome واحد أو أكثر من outcome واحد إلى آخره. فبقول هنا note that PX of K equals zero for any K not in the range of X. يعني في المثال السابق مثلا لو قلنا ما قيمة PX of 20 مثلا، فالإجابة هي صفر، لأنه لا يوجد عنصر في السامبل سبيس المكون من 36 نقطة على شكل I و J، بحيث يكون I زائد J بيساوي 20، ما فيش أي نقطة، فبالتالي بيأخذ احتمال صفر. For notational simplicity we will usually delete the references to S belongs to S and write PX of K equals PX equals K. لكن علينا دائما أن نتذكر أن هذا هو التعريف الأصلي. طبعا هذا تعليق، هنا مر علينا مثالان على PX of K، وهي الخاصة بتوزيع البينوميال ديستريبيوشن اللي اشتققنا الـ PX of K له في سيكشن 3.2، وقلنا أنه X يساوي عدد المحاولات الناجحة من بين N من الـ Independent Trials، وأثبتنا في Theorem 3.2.1 أن احتمال X يساوي K، وهي طبعا كما أشرنا أعلاه تساوي PX of K هي N choose K P to the K في 1 ناقص P to the N minus K. ومهم جدا أن نذكر القيم الممكنة لـ K اللي هي الأعداد الممكنة لمحاولات النجاح، فقلنا K تساوي 0 1 لحتى N، يعني عدد المحاولات الناجحة
ممكن يكون صفر واحد، وفي أحسن الأحوال يساوي N، يعني كل المحاولات ناجحة. الآن في تعليق آخر: similar result was given in that same section in connection with the hypergeometric distribution. وأيضا اشتققنا Px of k عندما كانت x عدد الكرات المسحوبة من وعاء من صنف معين، أو عندما كان توزيع x hypergeometric، وقلنا إنه Px equals k، وهي Px of k تساوي r choose k times w choose n minus k over r plus w choose n. طبعا هنا r عدد الريد شيبس و w عدد الوايت شيبس، وعدد كل الشيبس الموجودة في الصندوق أو الوعاء تساوي r plus w و n حجم العينة المسحوبة من هذا الوعاء. فاحتمال أن يكون عدد الشيبس الحمراء المسحوبة يساوي k يساوي r choose k times w choose n minus k over r plus w choose n، واستخدمنا هذا في حل أسئلة تتعلق بتجربة الهايبرجيومتريك. الآن مثال على هذا الكلام، example 3.3.6، بقول المثال: consider the rolling of two dice. يعني rolling الدايس مصدر مهم جدا للأسئلة نستفيد منه. فبقول let i and j denote the faces showing on the first and second die. عندما نرمي حجري نرد فالنتيجة تكون i و j. i هي face الحجر النرد الأول، و j هي face حجر النرد الثاني. الفيس يعني العدد الظاهر إلى الأعلى في الوجه العلوي، فبالتالي النتيجة بنعبر عنها كما قلنا باستخدام S يساوي I و J. I بتأخذ القيم من 1 إلى 6، و J أيضا تأخذ القيم من 1 إلى 6. فبقول هان define the random variable X to be the sum of the two faces. فX of I and J equals I plus J. فمطلوب منا حساب الـ probability density function of x، وهي p x of k. طبعا رأينا السامبل سبيس قبل ذلك، فبالتالي مثلا حسب التعريف 3 3 3 ممكن نحسب احتمال انه x يساوي 5. كالتالي نقول احتمال كل العناصر الموجودة في السامبل سبيس التي تجعل قيمة x تساوي 5. فلدينا 4 عناصر في السامبل سبيس، 4 outcomes اللي هي 1 و4 وأربعة واحد واثنين وثلاثة وثلاثة واثنين. فقيمة X عند كل واحد من هذه الأوتكمز يساوي 5، لأنه 1 زائد 4 يساوي 5، ويساوي 4 زائد 1، ويساوي 2 زائد 3، ويساوي 3 زائد 2. ولا يوجد عناصر أخرى في السامبل سبيس تجعل قيمة X تساوي 5، فبالتالي فقط نريد حساب احتمال أن نحصل على هذه الأربع نقاط أو عناصر. فهذا طبعا يساوي احتمال، نحسب احتمال كل واحدة بنجمع P of 1 and 4 plus P of 4 and 1 plus P of 2 and 3 plus P of 3 and 2. طبعا كل واحدة من هذه النقاط احتمالها 1 على 36، فاحتمال ان حجر نرد الاول يعطينا 1 يساوي صدس، واحتمال أن يعطينا حجر النرد الثاني 4 أيضا يساوي صدس، لأنه 1 هي قيمة واحدة من بين 6 قيم، و4 أيضا هي قيمة واحدة من بين 6 قيم. وعملية إلقاء أحجار النرد فيها استقلال، يعني كل محاولة مستقلة عن الثاني، فبنستخدم هان قاعدة الضرب. فبنقول P of 1 and 4 يساوي P of 1 في P of 4، ويساوي 1 على 6 ضرب 1 على 6، ويساوي 1 على 36. وهذا الكلام صحيح أيضا بالنسبة لباقي الحدود في هذا السطر، وهذا طبعا نجمعهم فبيطلع عندي المجموع PX يساوي 5 يساوي 4 في 1 على 36، ويساوي 4 على 36. هذا حسبنا 1 فقط احتمال أنه X يساوي 5، يعني مثلا ممكن نحسب احتمال X يساوي 2، فX بتاخد 2 عند عنصر 1 فقط في السامبل سبيس وهو 1 and 1، فاحتماله 1 على 36. وهذا الجدول يلخص لنا كل هذه الاحتمالات، يعني احتمال X يساوي 2 يساوي Px of 2 يساوي 1 على 36. احتمال 3 2 على 36، لأنه 3 تأتي من 1 و2 و2 و1، واحتمال كل واحد منها 1 على 36، وهكذا. مثلا احتمال 7 في 6 عناصر
وهي 1 و6 و6 و1 واثنين وخمسة وخمسة واثنين واثنين وأربعة وأربعة واثنين، فهذا احتمالها 6 على 36، وهكذا احتمال بي إكس أوف 12 يساوي 1 على 36، لأنه عنصر واحد فقط في السامبل سبيس بيخلي قيمة إكس تساوي 12 وهو 6 و6، واحتماله 1 على 36. فبسيط جدا هذا، حاول تكملوه، بسيط جدا، وإلى اللقاء.